بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نصيحة اليوم حول أسرار النجاح هي فن القيادة، لأن أي مشروع أو فكرة أو أي عمل أو دراسة، أو حتى إذا أردت أن تعلم القرآن للآخرين، يجب أن يكون لديك فن في قيادة الآخرين. دعونا نتأمل ما يقول علماء النفس بالحرف الواحد. يقول خبراء علم النفس والبرمجة اللغوية العصبية: لكي تصبح قائدا ناجحا، فإن أهم شيء هو الصدق في التعامل لتكسب ثقة واحترام من حولك. كما يؤكدون على ضرورة أن تحاول أن تكون لك علاقات جيدة، وأن تكون صادقا في كل كلمة تقولها. ويؤكدون بأن هذا أقصر طريق للنجاح في العمل والتمتع بشخصية قيادية. إذن الصدق هو أكبر رصيد يمكن أن تحققه في حياتك. سبحان الله، آيات كثيرة وأحاديث نبوية تأمرنا بالصدق. قال تبارك وتعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، صدق الله العظيم.